شكرا لله حنان مرة أخرى. أنا كل خميس نكون سعيد جدا تنطلق مع المستمعات والمستمعين الأفاضل، وتنشكرك بزاف حيت تخصينا هذا الخميس للمهارات وما أحوجنا للمهارات يعني والأشياء اللي يمكن لها تضيف لنا في حياتنا، لأنه تتبين بكل صدق على أنه المستقبل هو المهارات. صح. اللي غيكتسب مهارات أكثر غيكون يقدر يعيش بطريقة أحسن وبطريقة أكفاء وبطريقة أجود. اليوم غادي تجيبي معنا واحد الموضوع حقيقة مهم بزاف، واللي درتي واحد الإشارة في الأول أنا غادي نتفق معك عليها باش تكون هي المنطلق. كنا تنتعرضوا للضغوط بدون استثناء، يعني ما يجيش شي واحد اليوم يقولنا أنا ما عندي حتى شي ضغوط. اللي غايقولنا ما عندي حتى ضغوط نقول له إذا أنت ما عندكش تحفيز، ما عندكش يعني قابلية للتطوير. إذا الضغوط هي مسألة ضرورية طبيعية في الحياة. الفارق باش نسطروا على هذه المسألة للحنان، الفارق طبعا هو في قوة هذا الضغط وفي عبء هذا الضغط وفي أثر هذا الضغط على الصحة النفسية وعلى الصحة الجسدية وعلى الواقع المعاش وعلى العلاقات الاجتماعية. مع ذلك الضغوط مستحبة ومقبولة ومرغوبة وواجبة أن تكون في حياتنا، لأن الضغط هو الذي يجعلك على أنك ترتقي بالحياة ديالك إلى الأحسن وإلى الأجود، وأنك يكون عندك هدف، يكون عندك طموح، يكون عندك ميزان اللي فيه تقيس مدى الوقت يعني المكان اللي انت فيها والمكانة اللي مفروض أنك توصلها، لأنك يولي محفز. نعم. صح، يقدر يولي محفز. طبعا طبعا هو عبارة عن محفز اللي تمكن له نقلنا من واحد الوضع اللي احنا فيه إلى وضع أحسن. اللي ما عنده شي ضغوط، ونعطي بعض الأمثلة، واحد المثال ربما تنسق، هو أنه في بعض البلدان وفي بعض الأماكن اللي الكل متوفر وليس هناك أي استجابة وأي ضغوط، فتتكثر هناك أشياء أخرى مثل الله يحفظ حالة انتحار أو بعض الحالات ديال الوحدانية والعزلة، لأنه ما كيتاب محفز. وهذا كيبين على أنه إلا كنت عايش راك أنت مضغوط، راك عايش في ضغوط. بالتأكيد، لأن الطبيعة ديال سيرورات الحياة كلها ضغوط، لأن التركيبة ديال الوجود ديالنا مبنية على بدأ الاختلاف، هادشي تكلمنا عليه لحالا، والاختلاف يولد طبعا ضغوط. أنا وياك مختلفين في كل شيء، مختلفين في الشكل، في الفكر، في الثقافة، في العلم، إذا غينعكس أن هذا على التواصل فيما بيننا، على الطموحات، غادي يوقع بيناتنا تجاذبات، غادي يوقع بيناتنا افتراقات، وغتوقع بيناتنا مقارنات وخصومات، إذا هادشي كله عبارة عن ضغوط. لكن الفارق غير باش نوضحوا للساده المستمعين الافاضل، هناك من يدبر هذا الضغوط بشكل عقلاني ويحولها الى هاجس اللي على ضغوط يمكن له على انه يتقدم وينجح ويعطي دائما واحد القيمه لراسه، وهناك من يرضخ لها للاسف ويعتبرها انها مدمره، وبالتالي تكون الله يحفظ الاثر ديالها. صح. اللي هو كبير بزاف على الصحه وعلى العلاقات وعلى بزاف الاشياء اللي نتكلموا عليها. لذلك غير كتعريف بسيط ما دومنا دابا عطينا هذه الحاله، هو ان الضغوط دائما المصدر ديالها هو خارجي. ما يعتقدش واحد ان الضغوط خارجه من الداخل، هي دائما مصدرها خارجي، وغالبا ما تقاس هذه الضغوط بردة الفعل وبالاحساس وبالشعور ديال الانسان. اذا فيها واحد المساله اللي هي اساسيه تتقاس به، وبالتالي تتعطينا الى بغينا نقربوا اكثر للمفهوم، هو داك التفاعل ما بين كل ما هي منبهات اللي هي خارجيه ومدى الاستجابه ديالنا كافراد لتلك المنبهات وفق الطباع ديالنا والشخصية ديالنا والقوة ديال التحمل ديالنا. إذن هي عبارة عن واحد شيء خارجي، لكن الحكم على هذا الشكل الخارجي هو كيفية استقبالها من طرفك انت. اليوم هاتي اللي بغينا نأكدوا عليه، وهذا هو الفرق اللي بيناتنا كيف ما تفضلت. فعلا بالضبط، هذا الفرق بيناتنا احنا. إذا نقول لك انت ما تتأثرش بالضغوط لا حالاً بزاف وأنا سنتأثر أكثر، إذا الفرق بيناتنا غيكون في هذا الجانب، هو الضغوط اللي كاينين في الحياة عندك راه بحال اللي عندي، يمكن انت تجيوك من اليمين وانا تجيوني من اليسار، كل واحد يش من طريقة، ولكن ردة الفعل ديالنا ومدى الاستجابة ديالنا ومدى القابلية ديال التكييف ديالها هو الفارق، وهو اللي يمكن نفصله فيه أكثر للحالة.